فلان جوزجاني طعن في الأعمش وفي أبو إسحاق السبيعي، فبخط الطعن بيقولوا إنه هؤلاء من كبار الحفاظ. دور الدواشي. يلا بسم الله. أنا عم أشوف الدورات يا أبو عبد الله وأنا مؤاخذة كثيرة. فهل لأنه بالليل ضايعين؟ لا 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 ولا هو هيك؟ لا 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 دار النشر هذا. هذا الدواشي ده أول شيء. يعني المقصود إنه بيدفع جرح الجارة لهالاثنين دون أعمش وأبي إسحاق السبيعي، بيقولوا إنه لا شك إنه هذا خطأ لأنه هؤلاء من كبار الحفاظ، فهو لا يتصور في ذهنه قد يجتمع في الرجل أن يكون حافظا كبيرا ويكون كذاب، مش يكون سيء الحفظ. هذا دليل إنه مش ناضج الرجل ولا فاهم كلام العلماء وعباراتهم يعني دقيقة. هذا رتب متن يحيى بن عبد الحميد الحنماني. نعم. بيقول عنه الحافظ في التقريب حافظ، ما ادري يقول حافظ كبير ولا لا، المهم حافظ. ندور بيقول عنه حافظ وكان يسرق الحديث. هذا مين؟ حافظ بن حجر. شايف؟ إذا حافظ، لكن إذا سرق الحديث إذا ليس بحجة. سبحان الله. حقيقة من باب الأمانة والدقة في الوصف يعني. نعم. المسكين بيجي بخطف بن حجر، يا ريت يكون مصيب لأنه ليس معصوما، لكن بجهل بالغ. لف الدوار على كل شيء. المصيبة فكيف إذا لم يكن يصيب؟ الحاج سيارة أي؟